اهلا بكم من جديد. فقرتنا الاخيره في حلقه اليوم خاصه بعرض افكار وطموحات ورؤى واحلام المرشحين على عضويه مجلس اداره نادي الزمالك، حتى تستطيع الجمعيه العموميه التعرف على كل المرشحين وبناء فكره كامله عن شخصيه كل مرشح لاختيار المجلس الامثل الذي سيقود نادي الزمالك لاربع سنوات مهمه جدا مقبله. والحقيقه الروح داخل انتخابات نادي الزمالك انا شايف ان هي مناسبه جدا وهايله جدا، والعلاقات بين كافه المرشحين هي علاقات ايجابيه، واعتقد ده في النهايه هيصب في صالح نادي الزمالك، وبيؤكد ان اي مرشحين موجودين هينجحوا داخل مجلس اداره نادي الزمالك هيقدروا ان هم يشتغلوا مع بعض ويصلوا بالنادي للي بيتمناه اعضاء جمعيته العموميه وايضا جماهيره وكل محبيه. النهارده تابعنا في النادي لقاء الحقيقه كان يعني واضح فيه الحميميه، واضح فيه الشكل الحقيقي لنادي الزمالك. الاستاذ هاني العتالة المرشح على منصب نائب رئيس النادي التقى بالكابتن حسين لبيب المرشح على منصب الرئيس في شكل الحقيقه نموذجي في العلاقات الطيبه، ولتؤكد ان الجميع يعمل ويستطيع العمل معا لاجل نادي الزمالك في اربع سنوات مقبله، وان الهدف للجميع هو نادي الزمالك. محدش هيحتكر منصب، محدش بيحجر على عضو جمعيه عموميه في اختيار احد، المهم ان الناس تختار فعلا الاصلح لقياده الزمالك خلال الفتره الجايه. طبعا احنا في مرحله الجميع بيتواجد في نادي الزمالك، والحقيقه بيبان من العلاقات من اللقاءات وبيبان من التواجد داخل النادي العلاقات القويه جدا اللي بين المرشحين وبين اعضاء الجمعيه العموميه. شفنا الكابتن حسين سمير وهو موجود ايضا في النادي النهارده، الحسين سمير مرشح للعضويه ايضا في مجلس الاداره، والتقى بالكابتن هاني العتال السيد هاني العتال، وتم الظهور والتواجد وزياره فريق تحت 15 سنه لكره السله لمعرفه مشاكلهم وازماتهم ومتطلباتهم خلال الفتره القادمه، وده على اجل حل كل هذه المشكلات. ومش شرط ان انت تكون عضو مجلس اداره، واحنا معانا مرشحين وهنتكلم في القصه دي دلوقتي، مش شرط ان انت تكون عضو مجلس اداره وتتقلد المنصب او الكرسي تقعد عليه عشان تقدم خدماتك او تساهم في تطوير شيء. اذا كان في ايدك انك تساهم يجب ان تساهم، لان حب نادي الزمالك يجب ان يطغي على كل واحد في هذه المرحله تحديدا اللي بيحتاج نادي الزمالك فعلا لكل ابنائه المخلصين، مش بالكلام لكن ايضا بالافعال. لذلك يعني دول ناشئين صغيرين لهم متطلبات، لهم احتياجات، حاجات ناقصه حتى يستطيع ان هم يستكملوا مشوارهم الرياضي. الحقيقه كان لقاء مهم جدا ومثمر جدا. كمان كان في حمله توعيه النهارده لكل الاعضاء بتاعه النادي علشان خاطر يعرفوهم كيف تنتخب مجلس اداره جديد. الحقيقه برضو قام بها الاستاذ هاني العتال والمجموعه اللي معاه، ازاي تختار بعيد عن الاسماء، يعني تختار كيفما شئت في الرئاسه، في نائب الرئيس، في امانه الصندوق، في العضويه فوق السن او العضويه تحت السن، لكن حتى لا يبطل الصوت. ومهم جدا برضو ان كل عضو جمعيه عموميه يبقى متعرف كيف يستطيع ان هو يدلي بصوته بالشكل السليم والقانوني، حتى يبقاش ليه مجهود عمله وراح وانتخب وتعب وفي الاخر يبطل صوته لمجرد خطا بسيط. عشان كده تم توزيع اوراق ويعني فلايرز تبين ازاي انت تستطيع ان انت تدلي بصوتك بالشكل السليم وبالشكل الصحيح اللي يتماشى مع صحيح اللائحه والقانون عشان صوتك يكون صحيح وتختار فعلا المجلس المناسب لقياده نادي الزمالك في الفتره المقبله. حبيت اتكلم على الحاجات دي في الاول قبل ما اقدم ضيوفي عشان اوضح انه فعلا نادي الزمالك بيعيش مرحله مهمه، ومرحله الحقيقه انا شايفها ايجابيه جدا، لانه الناس في توافق وفي حب وفي احترام متبادل، والجمعيه العموميه تستطيع ان تفرز وتقرر مين فعلا اللي عايز يخدم نادي الزمالك، مين فعلا اللي عايز ينتشل نادي الزمالك من عصراته، مين فعلا اللي عايز يطور نادي الزمالك، مين فعلا اللي بيحب من قلبه نادي الزمالك. بيسعدني ان يكون عندي ضيفين في الفقره الاخيره من حلقه النهارده، الاثنين عندهم احلام وعندهم طموحات وعندهم رؤى للمشاركه في قياده نادي الزمالك في السنوات الاربع المقبله. الاستاذ احمد فوده نصير، اهلا بيك استاذ احمد. أهلاً بيك. شرفتنا ونورتنا. اهلا بيك. اهلا بيك. ايضا المهندس حسام محسن عبد الله مندور، اهلا بيك يا باشمهندس حسام. اهلا بيك. شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. تسلم. احنا الفقرات دي مخصصه لحضراتكم الساده المرشحين تتحدثوا فيها وتخاطبوا الجمعيه العموميه بكل ارتياحيه
دون تدخل مني على الإطلاق، بتقولوا برامجكم وبتقولوا أفكاركم وبتقولوا طموحاتكم وأحلامكم للجمعية العمومية. في حد طلب منكم تقولوا إيه أو ما تقولوش إيه قبل ما تدخلوا؟ الحقيقة لا، حتى وقت الاتصال بيكم أي حاجة يعني؟ لا لا خالص، إحنا عندنا حرص إن أنتوا تتكلموا بارتياحية تامة ودون تدخل مني على الإطلاق. أنا بس هيبقى عندنا طلبين، إنه الإجابات تبقى سريعة ومباشرة عشان تقدروا تستفيدوا من الوقت في طرح كل أفكاركم، وأيضا يعني تبقى هنتكلم عن برامجكم، عرض كل شيء خاص بالبرامج بتاعتكم عشان خاطر برضو الناس تقدر تقيم بشكل سليم السادة المرشحين وتختار إن شاء الله المجلس الذي يصلح نادي الزمالك بإذن الله. الأستاذ أحمد فهودة نصير هو مرشح لعضوية نادي الزمالك مجلس الإدارة فوق السن رقم 4، عمل في مجال البنوك لسنوات طويلة داخل مصر وخارج مصر، يمكن من سنة 75 حتى عام 98. بعد ذلك قام بتأسيس شركة مساهمة مصرية في مجال سوق المال، وأيضا شركة من شركات التسويق العقاري، وهو رجل أعمال الآن بعد أن ترك العمل في مجال البنوك. خاض تجربة سابقة في انتخابات نادي الزمالك سنة 2014، وكانت تجربة أيضا سابقة خاض فيها انتخابات المجلس النواب عن دائرة زفتة محافظة الغربية، وتولى من قبل رئاسة لجنة تنمية الموارد في نادي الزمالك. المهندس حسام محسن عبد الله مندور حصل على البكالوريوس هندسة برمجيات وبكالوريوس نظم معلومات، هو أمين مساعد القبائل العربية لحزب مستقبل الوطن بالجيزة، نائب برلمان مجلس الشيوخ بالجيزة للشباب، نائب رئيس لجنة الإعلام بالجيزة للاتحاد العربي للمجالس الشعبية والمحلية، عضو لجنة الشباب فريق رواد مصر 2030، عضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حكم في لعبة التيك بول، حاصل على دبلومة العلاقات الدبلوماسية من مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي، حصل على برنامج التدريبي في التأهل السياسي للقيادة بتقدير عام جيد جدا، حصل على برنامج إعداد مستشاري تحكيم دولي معتمد من الهيئة الدولية للتحكيم، وحصل على دبلومة الإدمان من الصحة النفسية من الأكاديمية البريطانية العربية. مظبوط كده؟ مظبوط كده؟ حابب تضيف حاجة؟ حابب تضيف حاجة؟ تمام. أنا بس مش فاهم حكاية نائب في البرلمان عن الشباب. وزارة الشباب والرياضة. الدكتور أصلاً نائب مجلس الشيوخ فعشان أنا عارف. إحنا وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عمل نموذج مصغر كده اسمه حكاية مجلس الشيوخ زي برلمان الشباب بالظبط كده. أوكي. فأنت بتتكلم على الفايل ده في وزارة الشباب بالظبط. تمام. أوكي. طيب السيد أحمد فودة نصير، ما هو السبب اللي خلاك تقرر أن تخوض انتخابات نادي الزمالك؟ اللي دافع ليك، وهل دفعك حد للخوض التجربة دي، ولا حضرتك شفت حاجة معينة احتجت قلت يعني لو نزلت وخدت الانتخابات وربنا وفاني ونجحت أستطيع يعني تعدلها أو تطويرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة اللي الزمالك فيه حاليا أو نادي الزمالك اللي فيه يخلي أي واحد عنده فكر أو طموحات، واسمح لي إن لما بتقول سعادتك البرنامج ده للنائب في دايرته، ولكن إحنا هنا بيكون حاجة اسمها فكر أو طموحات، لأن إحنا البرنامج مطلوب مني إن أنا أنفذه. أنا لما أكون عندي برنامج أنا مش أقدر أنفذه لوحدي في نادي الزمالك، مرتبط بمجلس يعني، مرتبط بمجلس وبالحداشر عضو اللي معايا لازم يبقى. إذن البرنامج إنما أطرح على المجلس فكرة أو طموح عندي لنادي الزمالك أطرحه على المجلس، ممكن ياخد بيه ممكن ما ياخدش بيه. أما البرنامج اللي هو بيكون لعضو مجلس النواب هو اللي بينفذه مع الحكومة مباشر، ما فيش حد، ما بيعرضوش على مجلس، ما بيعرضوش على حاجة يعني. تمام. بس ده نقطة كنت عايزها رؤيتي اللي دفعني ان مش اول مرة ده كلاكيت، تاني مرة زي ما حضرتك قلت في عام 2014 خدت التجربة، وكانت فعلا في الفترة دي كانت دورة 2014 كان فيها المناخ صحي الى درجة ما يعني، فكان في ثلاث قوائم زي ما سيادتك عارف، قائمه الكمال الدكتور كمال درويش، قائمه المستشار مرتضى منصور، قائمه
الاستاذ او الاستاذ رؤوف جاسر وبه المستقلين، وكان فعلا الانتخابات كويسه وبشفافيه ومفيش حد زي اللي ايه يعني اللي بيحصل دلوقتي احسن من. فخدت الانتخابات وحصلت على سكور كويس من الاصوات، ولاني كنت اول مره، كنت اول مره كمان حتى يعني يمكن بسبب شغلي وسبب سفري للخارج كنت اول مره يمكن ادخل النادي في 2014 ولم اوفق. وبعد كده مسكت لجنه، رئيس لجنه تنميه الموارد، وكان ليا يعني رغم ان ما حالفنيش الحظ، وده اللي عايز اطلبه من المرشحين الموجودين حاليا، اطلب منهم اللي يحالفوا الحظ، اللي ما يحالفوش الحظ يقف في ظهر اللي يحالفوا الحظ. مفيش حد، كلنا بنعمل لصالح نادي الزمالك. وكان ليا بعض المساهمات، كان طبعا النادي في حاله لا يرثى اليها. هنخش في تفاصيل، بس انا بتكلم على الدافع اللي خلاك تقرر ان تخوض هذه المره. لقيت الانتخابات المره دي فيها يعني جو يعني مناخ صحي جدا، هيكون فيها مفيش تناحر، مفيش حاجه اسمها انا وانت شايفين، حتى زي ما سعادتك قلت كنت بدي نموذج اللي انت الناس عرضته. قلت ان الحسيني سمير، الكابتن حسيني سمير مع الاستاذ هاني العتال، الاستاذ هاني العتال، هاني العتال في مستقل، والحسيني سمير حتى مع الكابتن حسين لبيب، وبرضه مع هشام نصر، وانا شفت الاستاذ هاني العتال مع الكابتن هشام نصر طبعا، وهشام نصر في القايمه طبعا. وبشوف طب ان اي ناس هتنجح، وبشوف اللواء احمد سليمان قاعد مع فاروق جعفر، الكابتن فاروق جعفر. يبقى اذا ده معناه ان اي ناس هتنجح وتدخل المجلس كلنا فعلا هيكون في بينها تجانس، تجانس لاجل نادي الزمالك، لاجل نادي الزمالك.